أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah.
فأما
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم
صدق الله العظيم. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلمة، عشنا مع معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، عشنا مع القرآن الكريم. تلاها على ما سمع حضرتكم فضيلة الاستاذ القارئ الحاج جابر حامد حمادة القاري والمقيم بجزائر عيسى مركز مدينة أبد الإنجاد، الصوت والضوء والفراشة الشعبية الكبرى، ركبت تحت إدارة وإشراف المتوكلين على الله أولاد شبانة المقيمين بقرية درويش، وكل من جاءنا بالعزاء فكان سعيه مشكور.